السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ أتمنى إن شاء الله أن تكونوا بتمام الصحة والعافية. عدنا إليكم مع هذا الموقع الرائع. صراحة هذا الموقع أشتغل عليه منذ سنتين وأجده من أفضل المواقع لربح البيتكوين. ربحت منه أزيد من 11,430 ساتوشي، يعني إذا كان البيتكوين وصل $70,000 يعني كتقدر بديك $15 $10 تقريبا على حسب يعني السعر ديال البيتكوين. المهم الخط، طريقة العمل على هذا الموقع طريقة سهلة، لا تقترب إلى هذه يعني كتخلي واحد الرصيد وكيبقى مثلا إن شاء الله الشركة قد زادك واحد 10 ساتوشي، ولكن خصك تخلي رصيد في بلاصة داك الرصيد تمشي يعني تمشي تسحبو من الموقع وتستمروا في شي حاجة أخرى، يعني من الأفضل من اللي كيبان لي. الخانة الثالثة هنا ديال كما نقول صنبور، يعني مطالبة كل 15 دقيقة بوسيط. غنهبطو لهنا، كنضغط على جيت ريورد هكذا. انا راه ندير هنا داك اللي كيوقف الاعلانات المباشرة، يعني واخا كيجي الاعلان كترجع الصفحة كما كانت. دابا دابا قلب لكم الرابط ديالو ودير لكم عليه فيديو اد بلوك. كتفتح الكاباتشا سهلة 16 هكذا، كتضغط على هكذا مطالبة، كتاخد يعني من 1 حتى 4 ساتوشي، يعني هو راه كندير في واحد المدة كندير لينا من 10 حتى 50 ساتوشي. واحد الفترة كنديرها لينا، يعني كندير يعني بالكوش احتفال بمواقع ولا شي حاجة بحال هكا. المهم كندير لينا من 10 حتى 50، يعني كاين اللي في نهار واحد كنضرب 500 ساتوشي 1000 ساتوشي، يعني غير في ديك النهار. وكاين اللي ضرب كثر، كاين اللي ضرب حتى 5000، ولكن خصك تبقى يعني مقابل الموقع. معليناش الخوت، الحاجة اللي دازت ياسر ميبكيش عليها، الرزق مضمون، فهمتي؟ غير الحاجة اللي دازت مبقاش تخمم فيها تقول دازني. شوف انت حاجة واحدة أخرى باش متبقاش تسال حاجة أخرى اللي باقي مدازتكش. عندك هنايا 2 ساتوشي كضغط عليها هكذا إعلان، كضغط عليها كتمشي يعني تفرج شي فيديو يعني أي حاجة، يعني عندك كضغط على الإعلان مكتبقاش مقابل الصفحة، يعني كتمشي لهنايا إما كتشوف. وبالمناسبة الخوت، هذه القناة ديالي فيها 2960 مشترك، مبقى والو 3000، يعني راه توقفت انا على نشر فيديوهات. كنت كنشر فيديوهات كتجيب لي 17000 20000، لكن توقفت هذه مدة 4 أشهر أو 3 أشهر، يعني وذلك الشيء هذا أثر على القناة. لكن الخوت ما يهمش، لأن أنا فهمتي ما ديرهاش واحد الدخل أساسي، ولكن هي في يعني في المستقبل تكون هي ووسائل التواصل الاجتماعي كاملين لهم دخل مرتفع، وحتى تيك توك يعني غادي يصبح له شأن في المستقبل، يعني غادي يولي حتى هو ما نقولوش ينافس اليوتيوب، ولكن حتى هو غادي يولي تستهدف الاعلانات بزاف. ورجعوا دابا كنلقاو بان الرصيد داز، نعاودو نشوفو اعلان واحد اخر هكذا. هاد الصفحة هادي يمكن لك تخرج منها، يعني ساليتي بالاعلان ديالها. غادي نسحب امامكم الخوت، اللي بغى ينتظر حتى الاخر يشوف السحب وطريقة السحب مرحبا، واللي ما اللي ما باغيش يعني يصدع راسو باغي غير يضحك يمشي يشوف شي فيديو ديال الضحك، لان ضروري الكسب المال راه واخا بالبيسي راه ماشي سهلة. او البيسي فهمتي راه كتضغط على نفسك، يعني راه كتصبر بزاف د الحويجات، كتصبر الضغط، كتصبر بزاف د الحويجات. ننتظرو دابا هاد العد يدوز، كتمشي لفوسيت باي، يعني الا بغيتي تسحب كتمشي الرابط هنايا. وبالمناسبة الخوت، هاد الفوسيت باي راه فيها واحد اللعيبة ديال الربح هنايا، ديال الضغط على الاعلانات وسط الفوسيت باي وسط المحفظة. الضغط على الاعلانات كتضغط بحال هكا، كتنتظر 7 ثواني وكتفتح كاباتشو كتاخد 1 ساتوشي. حتى 7 ثواني الى بغيتي تنتظرها كاع كدير ترجمة للعربية، ملي كدير العربية كلشي كيترون هنايا كترجع صفر. هي هنا ترجع صفر هنا، ولكن المهم الخوت يعني تيشتاغلو نتوما بطرق، يعني اللي ماشي كنقول لك زعما هادي راه طريقة خارجة، ولكن كنقول لك زعما فهمتي يعني خصك ما حدك يعني كتدخل لحاجة وحاجة كتجرك لحاجة، يعني فهمتي كتستافد كتولي عارف بزاف الحوايج. كما شفتو انا خديها 1 ساتوشي تزدت لينا المحفظة. دابا غادي نمشيو نسحبو مباشرة بلا ما نشاهد الاعلانات الاخرين، غادي نمشي نرجع للواجهة الامامية ديال المحفظة فوسيت باي، محفظة معروفة وهي افضل محفظة، يعني بالنسبة لي بغيت تسحب الباير من هنا باللايت كوين كياخد غير 5000 ساتوشي، يعني كياخد 0.10 دولار، يعني اجدها من افضل، يعني اجدها من افضل المحافظ. ديبوزيت هكذا الوديعة، تدخل الى الوديعة وتاخذ رابط محفظه البيتكوين. بالنسبه للجدد انا يعني انا ديجا يعني داير الرابط ديالي هنا، كتدخل هنا
السيتينغ هكذا نعتدل السيتينغ هكذا. وهنا يعني كتدخل رابط ديال المحفظه اللي جبتيه من هنايا اللي جبتيه من ديبوزيت، وكتدخل ضروري الرقم السري اللي كيكون محفوظ. هنا غادي نمشي دابا نيشان السحب، غادي هنا نيت الصفحه الرئيسيه. وواحد القضيه مهمه الخوت بعدا، كاين بزاف اللي ما كيشرحهاش نهائيا كاع، هي القضيه ديال الاحاله. كاين هنا واحد الرابط هذا، الا نسختي مع الاصدقاء ديالك كتاخذ 50%. راه كاين اللي كيبغي يعني كيف كنقولوا انت تاخذ ضريبه، خذوا حلال وقول للناس انا هذا الرابط اللي تسجلوا منه غادي نربح منه، يعني فهمتي؟ باش ما بقاش تضبع بنادم، لان راه كاين اللي فهمتي غير كيضغط غير كيضغط غير كيضغط، خصك تعرف على من كتضغط وشنو الهدف من الضغط ديالك. وكتشوف انت كتشاهد الفيديو الا كان فيه واحد الربح الضغط وماشي مشكل تضيع الوقت ديالك، اما الا غير تدخل تسجل نهار وتعاود تخرج يعني نفسي راه كتضيع الوقت. لانه معلاش اليوتيوب كدير لك فيديو كتشوف، راه كتشوف مثلا الا هو كيقول لك تعرف مثلا 0.01 في النهار بلا ما تدخل لك موقع شديد دير به، يعني هادشي اللي بغيت نوصل لكم الخوت. هاد الرابط هادي كتشاركوه مع اي واحد، الا دخل تسجل مثلا هو خدا سحب مثلا 1000 ساتوشي، انت كتوصل لك 500 ساتوشي هنا. هادشي فتي غير مثال، وشوفوا نتوما فهمتي اللي كتسجلوا عنده 100000 واحد 50000 واحد، يعني باش كنقول لكم الخوت ديروا شي حاجه اللي تستافدوا، فهمتي؟ الانسان يقرا وفي نفس الوقت فهمتي يدمج هذه الخدمة ديالها مزيانة بالنسبة للمستقبل. إلى جمعتي واحد القاعدة جماهيرية يعني وكانت عندك واحد الثقة ومصداقية وكتنشر مواقع زوينة، يعني غادي تغتاني وجات معاك، يعني فهمتي؟ جبتيها بدراعي لأنك كنت يعني كتنشر شي حاجة اللي زوينة. دابا غادي نسحب الخوت مباشرة، كندخل نضغطو على ويتدراو هكذا. هنا محفظة مباشرة ما يمكنش، لأن إلا درنا محفظة مباشرة يعني ماكسيمو ديال الديريكت هو 1500، انا عندي غير 1141. وبالنسبه للفوسيت باي 200 ساتوشي، كتبدا من 200 ساتوشي، يعني تخدم غير نهار وتسحب ما عندكش مشكل. ندير فوسيت باي، ندخل هنا الرقم ديال عاود بلا باش ترجع ماشي الرقم مود باس باش تسجل في الموقع وتدراو هكذا. قال لنا تم السحب، نديرو ريفريش للموقع، يعني يمكن دا السحب نيشان، لان بعض المرات الخوت كي يعني كيقول لك خصك تنتظر شويه، بعض المرات كيقول لك تنتظر يعني حتى كيوافق عليها المسؤول، يعني الا كان شي رقم كبير ولا كانت عندهم شي روينه في الامن تما في الموقع يعني كيخافوا، يعني يعني فاش كيديروا شي ميزاجور ولا شي حاجه يعني كيتقلوا العمليه ديال السحب. المهم الخوت ها هي هنا دازت، خصنا دابا نتاكدوا واش دازت فعلا ولا ما دازتش. نمشيو لهنا الواجهه الرئيسيه، وغادي نلقاو هنا ولا 3281، وغادي نلقاو هنايا بدات لينا 1107 و 1141 ساتوشي من عملة البيتكوين. هذا الموقع هذا غادي نشوفو الاسم ديالو، غادي تشوفو السحوبات اللي سحب منها الخوت، هو هذا. ما عرفتش علاش مطلع ليا غير سحب واحد، السحوبات الاخرين كيمشي ولا ما. نعاود ننسخ الاسم ديالو كامل، ما عرفتش علاش الخوت، لكن ماما خوت ما نعرف يقدروا المربر يكونوا كيتمسحوا ولا شي حاجه. ان الا جيتو تشوفوا هنا راه يعني يعني كنظن ان كيبقاو غير ربعه، هذاك الشيء كامل اللي فهمتي بهكا يعني كيتجدد يعني كيتسبريما بوحدو، يعني باش ما كتقلقش هنا ليستا كبيره في موقع هنا تضيع لهم مساحه، داك الشيء علاش هادوك من هادوك ديال الاواخر ديال اللي سحبت بها مؤخرا. كان هذا هو الموقع ديالنا، وكاين واحد اللعيبه هنايا ديال الاوفر يعني ديال العروض، مثلا الا بغيتي تحمل تطبيقات ولا شي حاجه كتاخذ يعني واحد الكوينز، هاد الكوينز هذا كتساوي مثلا واحد كوينز كتعطيك 0.1 ساتوشي. مثلا نشوفو مثلا ندخلو شي حاجه يعني راه كيعطيك الامام ديالو شحال بحال دابا هذا مثلا، يعني كيقول لك هادشي هذا شويه صعيب يعني فهمتي فيه بزاف، خصك توصل واحد 16 ولا ترون ولا يعني خصك تقلب على شي حاجه مثلا اللي هذه غير تيليشارجي التطبيق مثلا وصافي. نحاولو اخوت ولا بلا ما نحاولو اللغه العربيه، مثلا هذا كيقول لك غادي تيليشارجي التطبيق هذا تحاول تاخذ 390، يعني 390 تقريبا بواحد ساتوشي، كل واحد ساتوشي كيدير
تقريبا تاخذ شي 39 ساطو شي بحال هكاك يعني تقريبا يعني. وشوف انت في الحاجه لهنا اللي زوينه ديرها, قلب الحاجه اللي زوينه ديرها هنا يعني. مثلا هكا الا شفت هاد اللعبه مثلا توصل ليفل 15 يعني تاخذ 2600. شوف انت بحال كشحال هادي تجي يعني. انا درت انا ما زدتش عليا ندير الحسابات الخاويه اللي ما تفيدني حتى فشي حاجه. فانت اخوت واحد كوينز كتستك فاصلة واحد ساطو شي, شوف انت شحال هادي تجي. المهم الخوت نمشيو لاخر مرحله هي طريقه تسجيل. طريقه تسجيل طريقه عاديه يعني, راه ما كاينش اللي ما يقدرش يعرف يسجل في مواقع يعني. ماشي نقول له ما يدخلش لهذا المجال ديال الريح, تعلم تسجل. راه كاين اللي كيقول لك الا ما عرفتيش ما تدخلش. لا, غير تعلم تسجل وادخل, لان راه كتبدا في الاول بالتسجيل. ماشي غادي تجي انت غادي بحال في دولار باش في شهر ولا في عام. تعلم مزيان. كما شفتوا الخوت لدينا شركاء, هاد الشركات كامله يعني فهمتي يعني داكشي ديال السي بي اي يعني في ديال العروض يعني كتكون عندهم يعني شراكه مع الموقع. عندك الخوت هنايا ديال اعلن معنا ادخل هنايا هاد الثانيه يسجل وكدير هنا الاسم ديالك هنا البلد الالكتروني هنا عنوان محفظه فوسيت باي كتجيبو من هنايا ديبوزيت. كتمشي لهنايا كتضغط عليه هكذا كتجي لهنايا وكتنسخ هذا العنوان هذا بحال هكا وكدير مدباس اللي تعقل عليه عشوائي. كدير هذه زائد هذه كتستك 20 هكذا وكدير انشاء حساب صافي. هادشي اللي كدير. وصلنا لنهاية ديال الفيديو الخوت, نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. وبالنسبة للطريقة ديال التحويل مثلا, انا باغي نحول مثلا يعني ولكن غادي ندير لها فيديو خاص يعني. باغي نحول الباير نقدر نحول غير نصف دولار نحولها للباير من الفلوس الباي ولا واحد دولار ولا داكشي اللي بغيت بوم ولا صغيرة. هادي ان شاء الله في الخوت اللي عجبكم هاد الفيديو وقلتوا لي نشرح لكم هاد الطريقة نشرح لكم في المرة الجاية. كما شفتوا انا كنسحب بزاف يعني ديما كنسحب يعني المحفظة الباير حتى هي محفظة رائعة. كما شفتوا الخوت حتى هادو يعني الخوت يعني دابا راه عطينا عندها الصفحة 5 ولكن مكيبانوش لان فتي اما الكونيكسيون ثقيلة ولا شي حاجة. هما الخوت كما شفتوا هادو هما الصحوبات ديالي يعني فتي غير هادو الاخرين هادو غير هادو الاخرين ديال اللي سحبتهم اخر مرة يعني كيكونوا بزاف ديال الصفحات كيتمسحو اوتوماتيك. هادشي اللي كان الخوت وطريقة تسجيل فهاد المحفظة الا بغيتوها حتى هي قولوها ليا. كلشي سهل الخوت اي حاجة سهلة غير لقاو الدعم يعني والتعليق مثلا كي لو كنتي باغي شي حاجه تقولها في التعليق يعني. مثلا انا باغي مثلا ما عارف شنو هي محفظه الفوسيت باي يعني شحال محفظه الفوسيت باي كيف تسجل فيها وكيفاش تخدم بها وصافي. هادشي اللي كان الخوت. تبارك الله عليكم الى فيديو قادم بحول الله وقوته.